هما الحباب البعاد القراب. دابا يا حنا اليوم هاد الايام عندنا هنا في المكلس هو جمعنا شويه ومازال مازال هو دابا غدا نغسل هاد المهنات ونعجن ونخرج للسويقه ان شاء الله. نشوفو تاني نجيبو اليوم الثلاث يكون الحوت موجود في السوق. اليوم البارح الاثنين ما تلقاش الدواء مكنس كامل هنايا في البرج ما كاينش واليوم الثلاث يكون موجود. نجيبو شويه ديال الحوت نبدلو المرميطه كل نهار كل نهار. كيفاش عندي شنو مويه هناك بعدا نسيت معكم من نص الصباح اليوم خبزت واحد الحرشه ماشي حرشه لا حريشه فطرنا منها وبقى هذا الشيء. ايوا وهاد الزيتون جبتو معايا من الخيمه تنساليو هاد من هذا ندير نرقدو في الزيت هو هذا ندير ليه الحامض هذا هو ابيض عاوتاني ندير ليه الحامض والملحه. ايوا نزيدو داك الشغل الرقيق دابا الروينه نحيدو الروينه وعاد من بعد نزيدو التاوي الاخر. ايوا قيل المره البدويه راه غادي هي عندي لاكول لا غادي الحمد حكيت هذيك النهار والبارح حكيتها دابا هلا تخدم عليها شي حاجه كنحيدها ليا الفطور. ها حنا غسلت الماء جمعت الدنيا ودابا بقى لي العجينه غنعجن نعمر الماكينه ديال الصابون الدور ونمشيو للسويقه. الحوض راه طايب في بلاصتو دابا نعجنو خبيزه ولا جوج بالبلديه الطحينه هيك الخطره جبتو منين جيت هذه الشيشه شيشه رقيقه شويه هذا سميتو داك صانوج حبة الحلاوة وزرية الكتان وهذا هذه حبة الحلاوة هي والجنجلان وزرية الكتان صانوج مزيان في الخبز صحي الخميرة البلدية اللوش تحنا في اللوش ديال التراب ايوا الحصين نقعد الأرض ندلكها شي شوية فكروا هي والدينا هو العجينة ما عندنا لين على يدنا
شفت ديك الماء قال لك زيد الماء زيد الطحين، زيد الماء زيد الدقيق، ايوا دابا هي ملي نعجنو هاد العجينه ان شاء الله نخليوها تخمر ونمشيو للسويقه ندير الماكينه تدور نجي من السويقه نصاوبو غدا هنا بعدا في الغدا ونقول الله اختي مسكينه كتجمع واحد البيت عاوني فيه بعدا هادشي اللي كاين الحباب هو حنا دلكناه دلكتها بالكرشه الكرشه هذه هي العجينه صافي خلي هنايا كنقول حنا رقدوها رقدوها واحد شوي فيما مشيت للسويقه وجيت نقرصها ان شاء الله هي نجمعها هنا احسن ايوا هادي نفكروا الخميره البلديه الطحين الطحين والنوع ديك سميتها التشيشه نقول احنا التشيشه نخا لا رقيقه كنقول لها التشيشه ايوا هادي بغيت تخمر لك ربعه الخبزات وخمسه الخميره تبقى عندنا دائما في القله القلوش هذا تيقولوا ليه القلوش امي الله يرحمها كانت تقول ليه القلوش كاع هذه المنطقه هنا كيقولوا ليه القلوش هذه سميتو مراكش كيقولوا ليه الطنجيه القلوش اللي هنا حدا الدفا دابا اش بقى لينا نعمروا الماكينه ونمشيو للسويقه ان شاء الله الخميره البلديه فكرناها ايوا غادا خليها هي هذيك الحمد لله هنا احنا زعما راني دينيه هو هاد الطلانط كديرهم في السطح طيب زهر وهادو غيتصبنو وديهم اليوم نشوف واش غتهزهم كاملين ولا لا الله يعاونك لا لا حاجة نفعانا زمتني هذيك عندكم انا مره جات عندي واحد المره كبيره مسكينه من العائله ديال راجلي ايوا طلعت انا وياها الحلقه في الدرج وقال لها هذه المرايه حنا في المرايه اللي حنا ولات على الدار قالت لي فين هما العيالات اللي كانوا جايين معنا كاين العيالات قالت لي العيالات اللي كانوا جايين معنا فين مشاو ايوا جات ضحكت لها وراها حنا كنا تنبانو في المرايه ايوا ضحكت المسكينه الله يرحمها ويسعدها
خشيتهم شكرت لهم دوري لهادو زوينين هادي زوينة وينه؟ انا رياستي انا رياستي هادي ب 60 ريال ها تبارك الله مزينه خير تبارك الله انا رياستي انا رياستي انا رياستي انا ريال 3 دراهم انا رياستي انا رياستي نجي عند المحطه راني انا رياستي انا رياستي شبابينه وطريه وشديده شحال الحقوق وخا 140 هذا 120 اهو هذا عيد البارح هذا 120 خليه لي هذاك 140 هذا 120 ها هو تا هو زوين انت عيد البارح ما بغيتش نخلط السلعه قلبت السلعه كي دايره انت تا هذا قوق شكرا هذا ماشي فوق ايوا واش قلت لك سي انا شريف تعبري من هذا نعبر لك شي 2 كيلو منه شحال خزو خزو 120 خزو لي ها هو اه 140 باش بعتو ها القويقه شو كي دايرين؟ اصلينا حنا ندم عندك اصلينا عند بها الشريفه وسيري تسولي على هضر معاك سير لا لا خشيتك بالله 10 ريال يا ربي تبقى ولا ما تبقاش السلعه زينه درهم ديالك؟ ايه 10 ما تعطينيش درهم اعطيني 10 عبر من عندهم ريال هذا اللور 120 يا درهم ايوا راه هذاك راه رومي ممتاز خوقه هذيك وما عجبتني لا انا ما بغيناش الرومي لا زعما قوق زويون بلدي زويون هذا راه بلدي مجموع اي ثلاثة صافي لا عجوج غير وحدة ها هي باش نمشي للميزان وافي ها هاش كاين يا راه عرفنا شغلي وشغلك لا ما كنتي ماشي شغلك غتعطيني الدار غتعطيني الفلوس واش يعاوني خيتك واش يعاوني واش يبان يا عمر والله جاي ما تقسم لي 140 فقد انا لهاد الناس 120 ادي قلبك سهله اسنان قلبي عليها ما تخيرها ريال كريمات قلبك سهله بالله زين الماكله زبده يا عندو زاد شي 4 كيلو جبانه بطاطا مقبره بحال هكا 20 90 مروه 70 ما فيكم تيقي يا صاحبي تبغي تشري وحده تيقول لك جوج دي جوج 50 ريال الوحده هذه في جن وهاد سميتها وهادي الباربا باربا 60 هي 50 هي ناخذها ب 50 باش تخيل قلبي بلاصه كي دايره شنو زينه ثلاثين شحال هادي قلتي شريف؟ ميتين جوج دراهم ها 30 قلتي لي خذي ب 30 ها تبارك الله خير سيدي يرحم والديك الحمد لله وصلنا
خسرت قطعه ليدها والحمد لله جينا على خير وفي خير. انا اللي جيتنا هذه نقول بسم الله. بسم الله ايوا الحمد لله. جوج سوايع ما كنشوفش هاد السوايع جيت من جيت من السويقه دابا انا نقرص العجينه خمر ايوا غادي نشوف داكشي اللي جبنا شنو جبنا وصفو كادو نصبر غدا ايوا هادشي اللي كاين. انا وحفيدتي تعاونوا واختي خلا درسها زين نظر كاين شي من عتقو بعدا شويه انت غيطيب من هاد الغدا. السلام عليكم حبايبي البعاد والقراب. اليوم مشينا للسويقه جبنا هاد الخياطه ها هذا راه 3 دراهم هذا خرشف لا خرشف سميتو خرشف. جبنا 2 كيلو طماطيشه اللي بقى منها درنا منها الغدا. جبنا 2 كيلو ديال القوق. جبنا 2 كيلو ديال الدنجال. جبنا سيدي هاد فجل فلفلة كيلو. هادو مع الخاص هادو 100 درهم بجوج 5 دراهم. هذا 4 دراهم. هادي 5 دراهم الكيلو 2 كيلو قصبية بطاطا قصبية. هادي 6 دراهم اللوبيا. هذا خيزو 100 درهم حتى هو 2 كيلو. ليمون جبنا 2 كيلو جو الضياف كليناه. جبنا بطاطا هاد الحارة هادي درهم. هاد الحوت جيت منو نص كيلو باش ندير الطاجين هاد الحوت البيض 300 ريال انا طرعش بالدرهم. هذا 4 كيلو 80 70 ريال الكيلو 3 دراهم ونص. البصلة 40 2 دراهم الكيلو. هادي تبارك الله شوف قداش درهم ونص خيرات تبارك الله. ايوا نقول سيادي ونعاود ليهم قلنا زعما غنجيو نطيبو هاد الحوت هذا هاد البيض ندير به الطاجين وكيلو نص تاع السردين غدا كيلو نص ديال السردين غدا ندير به نديرو في الفران شريميله وداكشي ويجي داكشي هو هذاك تاني وتشوفو معايا. بس عجاو بيا جا ولدي جاب ليا مع الضياف ايوا نتناجر بيا مع التكفين. مشينا جبنا الخبز ولدي جاب الخبز ايوا كلينا داك الحوت ودرت ليهم التدخل السريع البيض ومطيشة وحطيت ليهم تغداو ها خبيزة العجن تاع ما خبروا عاد ديال البلدية ها نرو مع راسها هاد غنشعل عليها الفران نطيبها. وهاد الشي غندير في التلاجة نستفو وشرينا هذا 5 دراهم وهذا نطيب فيه بقا نطيب فيه البيض عندي تا هو 5 دراهم 10 دراهم صغير ورا 10 دراهم. ايوا هادشي كاين هادشي اللي كاين حبيبي هذا فين داز اليوم نهار ديال الملكة السويقة ومازال ان شاء الله دابا حنا تغدينا تسرحو شويه ونوضو نكملو الباقي شي غتبقاو على خير هاد الساعه. نسيت ما قلتش شحال دينا معنا دينا 200 درهم جينا من هاد الخير وباقي باقي الليل البركه ما تخلص. الحمد لله الخضره راه رخاصه كانت هذا الشهر كانت غاليه الخضره غاليه دابا رخاص الحمد لله. ورخاص الدجاج راه كان ب 400 كيلو دابا راه ولا ب 260 كيلو. ايوا اليوم قلنا زعما نديرو الحوت في كل يوم الثلاث جديد بس ما كتبش جربنا على الغدا مع الضياف على خدنا الضياف هذا هي اللي دخلها الضيف.
خبيزات بالبلدية. بسم الله. المرة شوفوا المرة البدوية واش تعرف تسد في تاهي في الثلاجة. من جوج كيلو هنا بيعملنا خص يروح هذا نديروه هنا في المجية. جديد زين صافي. هاد سميتو تندير عشي سطر في الليل ونجلس ونقي هاد مش كل ميكا مرفل بليم على ميكا هو هذا مكان حضرنا هنا فقط ما كداش في الثلاجة. هذا ما كداش في الثلاجة هذه فيها شكولها من الكان ديروها. الليمون ما تداش في الثلاجة الليمون ما كيداش في الثلاجة. هذا الرنج تبارك الله موجود في الزناقي تلعبوا به الدراري عزيز عليا انا كنجيبو. خبيزات الحارة هذه الصغيرة ما لقيت لهمش الميكا درتهم هنا بحال صافي. هادشي اللي كاين ديرو هنا حسن الخبيزات ديال البلدية اللي عجنت هاهي هاهي ملي جيت من السويقة لقيتها باردة كي التلجة وشديتها وشعلت الفران تسخن ودرتها سخنت دغيا خدمات شي ربعة سوايع خدمات. إيوا هذا الخبز تاع البلدية ماكلة ودواء ماشي الانسان غيبقى تابع الخبز القطن ويخلي صحته ها المفيد خميرة البلدية هادشي اللي كاين هو على خير. نجيبو هاد لينطر ماشي فيهم بعدا هانتي ماشي يديهم ويجيبهم برد صافي الله يخليك عليك الحركة عاونتيني هكا مودع هادي. السلام عليكم توا قداز نهارنا اليوم صورناه من الاول تالتالي من الفطور للسويقة للتخمال
مالا سيدي اللي مختي مسكينه اللي وحلت في واحد البيت تاع البلاص. انا ما خمت مشيت للسويقه جيت نصب لك الغدا جاو الضياف حنا دابا تنديروا لهم شيوه شيوه تاع اللحم. ملحة هنا يديرها واحد الصباح هدي الحجرة ها قوي الملح نقص الملح صباحي مجروح ليا ولا ما عرفتو مالو كي دارت تجرحي ايوا الضياف هادو نديرو ليهم اللحم في الليل ماشي مشكل واللحم في النهار ايوا الضيف نص عليه الله النبي غيب لنا الخضره ما كاين شي شي بسم الله ها جوج ناس بارك الهضره الخير جوج ناس وليداتي جوج ايوا كي العادة شايلة الدومة الخضرية قزبر كنديرو هداك الشي بسيط وعادي ديال العروبيات وصافي ليت تاني مشيت للسويقة مع بنت السلام عليكم الحباب البعاد والقراب دابا يا حنايا شيت قديت هاد جوج دجاجات هما قديتهم هادي وحده غنديرها باليزير والاون ملح صافي وحده بالزعتر والزعتر والقزبر يابس ها القزبر يابس القزبر يابس الزعتر ها اليزير وها الملح ايه ان شاء الله يا ربي نديرو غدا ندير غدا لوليداتي باش نهار السبت غنعود سيدي قاسم ان شاء الله نعود لواحد الفرح داكشي باش بغيت ندير لهم غدا غدا زوين ان شاء الله ويتجمعوا عليه وياكلوا ويشربوا ان شاء الله طيب من إيد ميمتو دابا يا رجيت نهار السبت اليوم 5 أيام ولا 6 أيام هادي ولا هنا إيوا غدا إن شاء الله السبت نهبط واحد هنا دجاجة هنا ودجاجة هنا نحوها عاد نشويو ان شاء الله طواجين ديال الخضره ايوا الصحه والراحه ما حقكم في الجنه المرقة المرقة هذه من جيت سيمانة دابا هما المرميطان المرقة دايما غدا في العشاء اللهم غدا ان شاء الله نشوي لهم هاد الدجاج ندير لهم الطواجين ديال الخضرة ايوا صافي الدجاجات ملي جتهم غسلتهم نسيت ما قلت غسلتهم والرنج الرنج تبارك الله موجود عفابور ايوا غسلتهم تقطعتها منهم كلشي انه بيضين ايوا دابا بقات العطرية خلطوا هكا اليزير مع الزعتر الملح الملح على حسب الذوق كل واحد يدير على جهدو ها هاد هاد الدجاجه هادي صغملتها باليزير والملح صافي ها هي حيدوها هنا هادي عندي لها الزعتر والقزبر يابس والملح صافي ها
شفتي زينه وبنينه. لو شويه بنادم كيبدل على المرقه ولا محمر يتحمر في الزيت واعر عاوتاني داكشي الصحه اللهم الفخر. رجعوا للطبيعه ورجعوا طيب زمان. ايوا هي في بلاد الخير وفي الباديه عندنا في العربيه كنديروا الدجاج البلدي. ايوا دابا ما جبناش الدجاج البلدي اللهم الرومي حتى هو نقادوهم طيبوا على الفخر صحه وراحه. علاش الدجاج كان غالي دابا رخاص راه كان 400 كيلو دابا ولا 260. ايوا ديروا لوليدات يشبعوا ياكلوا. بغيت نشر من هاد الدجاجات غنحيدوهم دابا غندير واحد الصوبه ديال القرحه اللي جنا من بلاد الخير نديرها باش يتعشاو الدراري. ايوا وندير واحد الخبيزه عامره حتى هي بالخضره وان شاء الله تشوفوا معايا كلشي ان شاء الله. هذا فيك صغير هكا المرا العربية ما تعرفش هي تقلت لي السلوفان هي ديرو تعلم. نحطو في الثلاجة حتى الصباح ان شاء الله مع الغدا ان شاء الله يا ربي لحينا منو الصحة والسلامة. بعد ما شرمل الدجاج وجاتو في الثلاجة دابا غندير العشا. هاد العشا هاد الصوبة ديال هاد القرعة الحمراء وبطاطا واحد غرف هو لما غيتشحر غنمرق وغنرمي رمي هاد القرعة وهاد البطاطا. هاد الوصفة راه عطاتها ليا بنتي شوفينا دار بيها الله يخليها وليداتها ساكنة في ألمانيا وكتعطيني تعطيني الوصفات. إيوا كنعلمو بعضياتنا ملي كنبدا كنسالي كنطيب وكنسالي كنزيدها داك القشور ديال الكروبيج. انا ما عنديش لا قشور ديال الكروبيج لا والو غنزيد لها الزيت البلدي و الطحين صافي هادشي اللي كاين الملح حشو البزار. نديرو العشاء هذا الخبيز اللي غنعمر لاكيش يقولوا ليه لاكيش. ها كاس حط كبيتو ها الاخر ها الكاس ديال العنبه اللي عبرت بها جوج كيسان. غادي ندير كاس عامر بالماء ونصومه ونصو زيت والملح صافي هادشي اللي فيه. هاهو كي جوج كيسان ديال الطحين كيجيهم نيشان هاد الكاس تاع الماء والزيت وخصو يكون الماء بارد في الثلاجة ما عنديش الماء بارد. وعاد نجمعوها الحرة ديال الصرح رش نجمعها نديرها في الثلاجة بما صوب الخضرة باش غنعمرها. هذه خبزة تكون عامرة بالخضرة جميع الخضرة اللي عندك ديريها فيها. إيوا ملي باقها ولدي عجباتو سنين معجبدة هذه وأنا كنديرها ليه دائما. دابا ملي جيت قال لي واش مغداش اليوم ولدك ديك الخبيزة اللي ما درتيها ليا ديريها أنت ولدي على كيما. إيوا نديرو الخبيزة ديال الخضرة. إيوا وغادي ندير ديك الصوبة هي كطيب قرعة حمراء وبطاطا وبصلة مليحة زيت البلدي صافي. هيا إيوا البنجان وداك المكور مكان تا هو وبطاطا أنا باقي زعما درت بطاطا
وكل شيء هذا الشيء راه يصطوه في الزيت حتى يلوى شويه حيت من هذاك الماء ايوا نديرو في الخبزه الخبزه كنديرها في المول ديال المسكوطه ملي كتصير كتحطوها كتجي بحال بحال المسكوطه وهي خبزه عامره بالخضر بطاطا ولا كاين شي شويه ديال الكبده ولا كاين شويه ديال صدر الدجاج زيدي هنا كاين شي انا غنديرها خضره فراك مفيده عمرها بالخضره كاين شي شويه ديال الفرماج كاين اللي بغا يزيد داكشي يزيدو انا ندير لها الخضره هما بحال هكا لا دابا نسوني هاد الكراسي ندير فيك السوق ديال السوق الرومي حتى تتولي حمراء بحال غتقليها لا تبقى بيضاء هاك نشوف شويه من الماء تلوى اللي مازال غتدوز في الفران ايوا الحال اللي جا نجيو معاه كنا في الباديه نطيبو طياب البلدي ديال الباديه ديك البدويات اللولات جينا المدينة عاوتاني نديرو لوليداتي نديرو وليداتنا خاطرهم شوفو هادشي عاوتاني كما كيقولو الشهيوات صافي الزيت هو نصوطوه شوية الزيت هو باش يدار ها شوية شوية يبقى تما الكرعة هنايا وهاد الدجاج شي سهل من هنا الخضر عاد صوتها شويه تهبط ما تبقاش تقدر تهبط الملح زيدوها زويته بلديه ايوا صافي هذه هي حيدناها حيدوها انا جينا جبتها بارده مع راسها الخبزه مزيان تطلب هاد نهزوها نحطوها بهيدا وهاد الخضره كنديرها في الفران دابا بغيت ندوزها في الزيت لا ملي ما تبغيش الزيت نديرها في الفران انا ندير لها شويه ديال الزيت البلدي نرشها ديك الخضيره ونخشيها في ديك اللاطه ديال الفران ونخليها تطيب ناشفه كتجي ديروا الوصفه كيف ما سمعناها ما تنبقيش هذاك الزيوت ديال بزاف بسم الله لا
الفلفلة والبصلة الفلفلة الحمراء، وزعوا هاد الخضرة كلها على هاد خيزو، لا كان داك المكور ولا كان اللي كان قراها اللي حبة الخاطر ديروها. يا الدنجال هذا شويه الفرماج لقيتو عند ولدي في الثلاجه نديرو داك الطحين ديال الزرع بحال لي دار شويه قطع، معليش هي غطيب غتجمعها العافيه. ايوا هذه هي الخبزه غنديروها في الفران طيب ونقلبوها بحال البسكوطه نضربوها قبل الموس الله يعاون. خرجنا الخبزه من الفران، يلا بسم الله ربي هذه هي الخبزه دابا تضرب الموس بحال هكا كل واحد يدير في طبسيلو والله صحه وراحه. المسكوطه نجيب شي طويسلات ديك سخونه مع راسها، ها هي المسكوطه مسكوطه ثاني انا ها الخبزه معمره بالخضره هي هذه ها هي يدي هنا شويه ديال الخضره هي هذه راه عجينه اللي عجننا كويله مرنا بالخضار، وهذه الصوب اللي طيبنا وطحناها هاهي إيوا هادشي مع الله نتلاقاو غدا إن شاء الله في الغدا إن شاء الله يا ربي عاوتاني تشوفو الغدا عاوتاني كيفاش غيطيب إن شاء الله. إيوا حنا بصحتنا وانتم حقكم في الجنة تلاقاو ساعة الخير لا لقينا ساعة الخير. هاهي بنت ولدي قالتلك علاش ما ديرهاش في الطبسيل الطبسيل لاخر هي في الطبسيل هي في الطبسيل هي هي هادي السلام عليكم حباب البعاد القراب. هو كما شفتو معنا البارح هيا هاد الدجاج اللي شرمط ها هما تجاو الوليدات دابا ولادي جاو من الجامعه عاد غدا نشويه عاد غنحط الغدا ها هذا الزعتر والقزبر وهذا عاد اليزير الدجاجات اللي شفتو معايا البارح شرمط هما هادو هذا الشيطان هو تيبقى لهنا والفخر ها هو تيشعل باش نشوي ها هو الفخر درتو فوق البوطا وهذا الطاجين طاجين الخضرة هذا عاد خضرة وحدة هاد الطاجين هذا حيت دابا هي الدجاج ها هو غنشويو بلا ما ندير الدجاج بلا ما الدجاج نشويو وهذا الفخر باش نطيبو بغيت نطلع هادشي للسطح نشرب بغيت نقول نشوي للسطح حيت كنا غنتمنى نتغدا ونفرجو ندير كلسة عروبية والساعة فينا حالة الشتا والبرد بزاف اللهم غنشوي تمايا على قبل سميتو على قبل الجيران على قبل الدخان في الدار مزيانش إيوا ونحطو هنايا إيوا هادشي لي كاين وهذا درنا كوك مسلوق هو طرق مع هاد الغدا هذا مع هاد الدجاج ودرنا الشلاضة هادي كنحطو الدجاج علاش نحطو الدجاج وهاد الشميدة هي خفيفة خفيفة ظريفة هاهي إيوا هادي هي المرا البدوية راها كتهلا شويه في وليداتها وملي تنجي كندير لهم زعما هادشي ديال المدينه زعما راني مدينه كتهلا هادشي للصح نشعل دغيا ونمشيو دغيا انا نجيب بسم الله
تجيب الساروت، الساروت ما جبدوش. مشى للسطح تمايا نشويو باش الجيران ديالنا ما يشمو ريحه. ايوا سيدي نهبطو هانيين ان شاء الله. دابا واخا يكون الريحه ماشي مشكل، بعيده من الجيران وهذا راه طيل هنا. تفضل الشتا تنصب هاني دابا بهاد الشتا الفلاح مساكن دابا مناشطين وغادي نضل ان شاء الله الرزق تيسير والحمد لله الحمد لله عليها. نشوفوا فيها معليش، شوفي البرد مشى عليا المجمر. هي غادي تشوي هادشي لينا باكو مسعود هادشي ديال هادوك الخيرات. ايوا اليوم ديال نهار الجمعة ديال الكسكسو وسع ولادي ما كيهضمش ليا الكسكسو، لا ما ندير ليه هذا الدجاج مشوي وسلطة وداك الشيء اللي زدنا. هو الدجاجة الأولى هي طابت، ها هي هادي اللي بالقزبر، هادي بالقزبر وهذا قزبر والزعتر هادي. قزبر والزعتر وهادي بيزير الملحة صافي، هادي طيب الملحة قزبر والزعتر والملحة. ايوا هذا الغدا ديال اليوم، الجاكيطه جابتها لي جارتي مسكينه دارتها لي قالت لك الشتا غتفزدي. قلت لها حنا رحنا عربيه خلينا سيدي نفزدو حنا مباركين بها. قالت لا والو، دارت لي مسكينه جاكيطه لا خلي لي جيراني في هنا في مكناس كيف اللي في سيدي قاسم كلهم جيراني مزيانين معايا يبغوني وانا نبغيهم. صافي هادشي راه طاب، نمشي نشوف الدراري لي داتيهم ان شاء الله نكملو. دابا بقالنا المجمر، نولو المجمر باش نحطوه سخون نشوف الدراري وجا الولد لاخر ولا مازال. واحد راه جالس في الدار وواحد ما نعرف. المجمر شاهد ما بغيتش نحطو في الساسور العافية، هادي نديرو يسخن بعدا. دابا راه عاد غيطيب مزيان لخاطر خلي بينا جات هي. هاهما الدجاجة ديالنا، هدا طيب بالقزبر والزعتر وهذا باليزير بوحدو والملح. ها دجاجة بالزعتر والقزبر، ها هي نقولها 100 مرة نعاودها. هذا الغدا ديال اليوم ها الطويجين بالخضرة بداه ولدي معليش خليه ياكل بالصحة والراحة. إيوا هذا الدجاج بالزعتر قزبر يابس وهذا باليزير والمليحة. إيوا اللي بغاش حاجة ياكلها بالصحة والراحة وانتم حقكم في الجنة. تلاقاو ساعة الخير إن شاء الله. السلام عليكم. إيوا ولكن نسيت القصعة جابتها جارتي مسكينة اللي عطاتني قبل الجاكيطة ملي كنت في الصح، جابت القصعة تبارك الله. ها الله يخليها لي، الله يعطيها صحيحتها ويخلي لها بنيتها يا ربي. إيوا هذا مكان بقاو على خير.